علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية الاختصار: فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. كنا قبل ذلك قد تكلمنا على أن الفصل عبارة عن الحاجز بين الشيئين لغة، وقلنا بأنه في الاصطلاح اسم لدال جملة من العلم مشتملة هذه الجملة على مسائل غالبا، وتكلمنا على هذا كثيرا بما لا عودة فيه ولا إعادة. هنا في هذا الدرس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه وأن نختمه على خير، يتكلم فيه الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه عن شروط صحة الصلاة. وكنا قبل ذلك قد تكلمنا على شروط وجوب الصلاة، فالوجوب والصحة. تكلمنا قبل ذلك على شروط الوجوب، يعني إذا حصلت ووجدت هذه الشروط فإن الشخص يتوجه إليه الخطاب. فتكلمنا على شروط الوجوب بمعنى أنه يلزم من عدمها العدم، يعني يلزم من عدم هذه الشروط عدم يعني التوجه الخطاب إلى المكلف. وهنا نتكلم على شروط الصحة، يعني متى انعدمت هذه العلامات وهذه الخصال وهذه الصفات انعدمت الصلاة صحة. وشرائط الصلاة يعني شرائط صحة الصلاة، فالكلام على حذف مضاف. قبل الدخول فيها يعني إشارة إلى أنه لا بد من وجود الشرط قبل الدخول، ولا بد كذلك أن يستمر، كما يعني نتكلم على ذلك عند تحرير مصطلحات هذه القطعة. قبل الدخول فيها خمسة أشياء: الصلاة بداية هكذا تشتمل على شروط أركان أبضاع أبعاد مش أبضاع أبعاد جمع بعض أبعاد وهيئات. يبقى عندنا أربعة أشياء: عندي شرط، عندي ركن، عندي أبعاد، عندي هيئات. يبقى كم مصطلح؟ أربع مصطلحات. إيه الفرق بقى بين هذه الأربع مصطلحات؟ مهم إن أنت تضبط هذه الجملة من المصطلحات لأنها مؤثرة معك في دراسة الفقه. شرط، الشرط ما وجب من أول الصلاة واستمر فيها، ولذلك قال بعضهم عنه: ما قارن كل معتبر سواه. يعني إيه؟ يعني بيوجد في أول التكبيرة الإحرام ويظل مستمر معي إلى آخر الصلاة، يبقى وجد ابتداء وقارن أي صاحب كل أمر معتبر في الصلاة، يعني وجب واستمر إلى آخر الصلاة، ده اسمه إيه؟ شرط. والركن ما وجب وانقطع. الله أكبر تكبيرة الإحرام صح؟ وجبت في أول الصلاة وانتهت سريعا، ثم بعد ذلك وجب القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود، فوجب وانقطع، وجب وانقطع، وجب وانقطع. أما الشرط وجب واستمر، الركن وجب وانقطع، والبعض البعض والهيئة الاثنان سنة، إلا أن الفرق بينهما أن البعض إذا ترك جبر بسجود سهو، والهيئة
سنة إذا تركت لا تجبر بسجود سهو. فهمنا كده؟ نقولها تاني. الركن وجب وانقطع، الشرط وجب واستمر، الهيئة سنة لا تجبر بسجود سهو، البعض سنة تجبر بسجود سهو إذا تركت. طيب هنا تكلم أولا على في متن أبي شجاع، أولا تكلم على شروط الصلاة صح، ثم بعد ذلك تكلم على أركان الصلاة. هنا سؤال، وهو لماذا قدم الشروط على الأركان؟ فبدأ أولا بالشروط ثم بعد ذلك تكلم على الأركان. قالوا لأن الشروط في هذه الحالة أهم من الأركان، حيث إن الصلاة تتوقف صحتها على الشرط من أول تكبيرة الإحرام إلى آخر السلام، ولذلك بدأ بها لأن وجب واستمر. أما الركن وجب وانقطع، وما وجب واستمر أهم مما وجب وانقطع. فهمنا؟ لما أقول لك اذكر لي ما تشتمل عليه الصلاة تقول لي إيه؟ تقول لي الصلاة تشتمل على شرط، ركن، بعض، هيئة. نقولها تاني، شرط، ركن، بعض، هيئة. أقولها تاني، شرط، ركن، بعض، هيئة. الشرط وجب واستمر، يعني وجب في أول أمر الصلاة إلى آخرها. الطهارة ده لابد أن تكون الصلاة كلها مشتملة على الطهارة من أول التكبير إلى آخر السلام. استقبال القبلة لابد وأن يكون الشخص مستقبلا للقبلة حكما أو حقيقة من أول الصلاة إلى آخرها، من أول التكبير إلى السلام. الوقت وهكذا. طب والسنة فيها سنة الصلاة؟ لا، تقولي لا، تقولي فيها هيئة أو فيها بعض، لأن الهيئة والبعض القدر المشترك بينهما السنة، إلا أن السنة إن جبرت بسجود سهو عند الترك سميت بعضا، وإن جبرت وإن لم تجبر بسجود سهو عند الترك سميت إيه؟ هيئة. الله، الحمد لله. كنا يعني شيخنا حفظه الله يعلمنا هذه المبادئ لأنها فاصلة. يلا نرجع للعبارة. قال وشرائط، يقول لك شرائط جمع ايه؟ شريطة. حلو كده. يعني ايه شريطة؟ قال له يعني خصلة مشروطة، يعني صفة مشروط. والشروط جمع شرط، شر شر شرط. طب والشرط ده؟ قالوا ان الشرط اللي هو مسكن اصله كان محرك شرط، فلما كثر استعماله خفف بالسكون شرط. اصلها ايه؟ شرط. عملنا ايه؟ العرب لجدوها هكذا يكثر استعمالها فخففوها بالتسكين، لان التسكين اسهل من الفتح. وهو شرط قبل الدخول، ما هو بيقول لك هنا شرط قبل الدخول وشرائط الصلاة قبل الدخول. واحد كده لما يقرأ العبارة يقول ايه ده؟ يعني هي شرط قبل الدخول بس؟ طب وبعد الدخول؟ قالوا لا مفهوم له. اوعى تفهم من شرط قبل الدخول انها ليست شرطا الى تمام الصلاة والى اخرها. ولذلك يقولون ايه؟ يقولون هذه الجملة
لا مفهوم لها قبل الدخول في الصلاة، وتقول إيه؟ وشرط إلى آخرها. ولذلك تقول هذه الجملة لا مفهوم لها. لا مفهوم لها يعني إيه؟ يعني الذي تفهمه أنت غير مراد، لأنه بيقول لك شرط قبل الدخول، طب وبعد الدخول مش شرط؟ قالوا لهذا غير مراد. خمسة، هي خمسة بس حاصرة، يعني العدد حاصر بمعنى أنه ليس هناك غير ما ذكر. قالوا لا، لأن هناك شروط أخرى لم يتكلم عليها، منها الإسلام بالفعل، أن يكون مسلما بالفعل، لأنه لو لم يكن مسلما بالفعل وصلى صلاته غير صحيحة، فلا بد أن يكون مسلما بالفعل، ولا بد كذلك أن يميز شرائط الصلاة من أركانها من سننها. ده من ضمن الشروط، طب ما ذكرهمش. الإمام أبو شجاع لم يذكر هذين الشرطين، لكن هو الخمسة هنا يعني باعتبار ما ذكره هنا، أو أن العدد لا مفهوم له، مش معنى أن خمسة يعني ما في السادس وما في السابع. يعني إيه؟ يعني ليس معنى الكلام أنه ليس هناك سادس ولا سابع، ولذلك يقولون العدد لا مفهوم له. يعني إيه العدد لا مفهوم له؟ يعني لا ينفي ما عداه وما سواه. مش لما يقول لك وشرائط الصلاة خمسة يعني معنى هذا أنه ليس هناك سادس ولا سابع، لا، ولكن هذا الحصر هنا حصر إضافي، يعني باعتبار ما ذكره أبو شجاع في هذا الكتاب، أو إن العدد ملوش مفهوم خلاص خلص. ويبقى عندنا شرطين لم يذكرهم، الإسلام بالفعل وكيفية الصلاة، اللي هو تمييز السنن من الفرائض من الشروط من الأركان. والشريطة والشروط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى، ومنه قولهم أشراط الساعة أو شرائط الساعة، يعني علامات الساعة، يعني عبارة عن أشياء إذا وجدت كانت دالة على وجود الساعة. يطلق الشرط على أمرين، أو يطلق الشرط على تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل. انتبه، لأن هذا عندما نتكلم على الطلاق المعلق ينفعنا. فيجي واحد يقول لمراته إيه؟ لو كنت رحت لأبوك امبارح تبقى طالق. يبقى ده مش تعليق اصلا، ده تنجيز. في ناس ما يعرفوش الحاجات دي ليه؟ قال له لان التعليق معناه ربط امر بامر كل منهما في المستقبل، لكن ده هو قال لها لو كنت رحت امبارح، يعني لو ذهبت الى ابيك امس وكانت راحت، يبقى ده ايه؟ ده مش تعليق، ده تنجيز. لماذا؟ لأن التعليق ربط أمر بأمر كل منهما في المستقبل. مثل إيه؟ ده الكلام ده موجود في الكتب. قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، فعلق الخروج الذي هو مستقبل على وقوع الطلاق الذي هو مستقبل، ولذلك ده بيسموه إيه؟ تعليق. تعليق يعني ايه؟ يعني ربط امر بامر كل منهما في المستقبل. بايه؟ باداة الشرط اللي هي ان خرجتي، وسموها اداة ايه؟ اداة شرط. ولكن خد بقى القاعدة المهمة دي، الشروط اللغوية اسباب
شرعية، الشروط اللغوية أسباب شرعية. احفظ الكلام المهم ده قبل ما تسافر ماليزيا، مش هتلاقي حد يقوله لك، أو قبل ما تسافر جنوب أفريقيا، أو قبل ما تسافر فطان، أو قبل ما تسافر تروح الجيزة أو شبرا، محدش هيقول لك الكلام المهم ده. احنا تعلمناه من مشايخنا وقرأناه واطلعنا عليه، وأشار إلى هذه القاعدة الإمام القرافي في كتابه شرح تنقيح الفصول الذي اختصر فيه محصول الإمام الرازي. الشروط اللغوية أسباب شرعية. يعني إيه؟ يعني مسألة سهلة أوي، قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، بمعنى أنه يلزم من دخولها وقوع الطلاق، ويلزم من عدم دخولها عدم وقوع الطلاق. يبقى ده معنى إيه؟ أنه لازم من العدم العدم، ولازم من الوجود الوجود، وهو ده معنى السبب. أسباب شرعية، السبب الشرعي معنى إيه؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فخروجها يلزم منه وقوع الطلاق، وعدم خروجها يلزم منه عدم وقوع الطلاق. ولذلك قالوا الشروط اللغوية أسباب شرعية. ولذلك هنا قال لها إن، ده شرط لغوي، خرجت فأنت طالق، خرجت طالقت، يبقى يلزم من وجود الشيء وجود غيره، ويلزم من عدم الخروج عدم وقوع الطلاق. والطلاق المعلق عند الأئمة الأربعة يقع بلا قصد ولا نية ولا غير، يشترط فيه أن يكون قاصدا استعمال اللفظ لمعناه، وأن يكون يعني مدركا للأحوال، وهذا كلام إن شاء الله هنتكلم عنه في كتاب الطلاق. ولكن هذا من حيث دراسة المذهب، أما من حيث الإفتاء دي مسألة تانية. إن احنا هنا ما بنعلمش الإفتاء، احنا هنا بندرس مذهب. والتعليق هنا متحقق، التعليق بقى بهذا المعنى موجود في موضوع شرائط الصلاة. شرائط الصلاة بهذا المعنى اللي هو اللغوي تسمى شرطا، لأن معناه إيه؟ ربنا بيقول متى أتيت بهذه الخصال فصليت فاعلم أنه يوجد بعد ذلك صحة صلاتك. كأنه قال كده، إن توضأت وإن فصلاتك صحيحة، يلزم من هذه حصول هذه الأشياء صحة الصلاة، ويلزم من عدمها عدم الصحة. فالشرطية بهذا المعنى موجودة في قوله وشرائط الصلاة، بمعنى أنه متى صلى بهذه الخصال التي سنذكرها من الطهارة إلى غيرها، فاعلم أن الصلاة ستقع صحيحة رافعة مجزئة لما في ذمتك. يبقى والتعليق هنا متحقق. ويطلق الشرط على معنى آخر. يبقى الشرط يطلق على معنى التعليق ويطلق على معنى آخر. إيش هو؟ إلزام الشيء والتزامه. إلزام الشيء والتزامه، ده معنى آخر للشرط. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ألزمنا بالطهارة مثلا إذا أردنا الصلاة، والمكلف التزم ما ألزمه الله به. ما هو ربنا قال لك إيه؟ قال لك عليك أن تتوضأ إذا أردت أن تصلي. المكلف بيقول إيه؟ بيقول له يا رب أنا التزمت ما ألزمتني به طاعة وامتثالا لأمرك
ويطلق على إلزام الشيء والتزامه. إلزام الشيء من جهة مين؟ من جهة الشارع وهو الشارط، والتزامه من جهة المكلف وهو المشروط عليه. طيب خلصنا من هذا. وقيل أيضا في تعريف الشرط، في تعريف ثالث، ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا منها. انتبه، ليه قلنا بقى وليس جزءا منها؟ حتى يخرج الركن، لأن الركن يشترك مع الشرط في هذا، إن الركن يتوقف عليه صحة الصلاة ولكنه جزء من الصلاة، وأما الشرط تتوقف عليه صحة الصلاة لكنه ليس جزءا منها. ولذلك كان مولانا الإمام العلامة يقول لنا في الفرق بين الشرط والركن كلمة واحدة، قال: الشرط خارج والركن داخل. سهلة خالص، احفظوها كده، حفظه الله. الشرط خارج والركن داخل. يعني ايه؟ يعني الركن جوه داخل الصلاة والشرط بره الصلاة. اهي بيقول له كده، الركن جزء من الصلاة، الشرط ليس جزء، اللي هو بيقول لك عليها جزء ماهية، جزء من حقيقته. قال: ما تتوقف، ما بمعنى شيء، تتوقف عليه أي على هذا الشيء صحة الصلاة، وليس ذلك الشيء جزءا من الصلاة. الطهارة ليس جزء من الصلاة، طهارة المكان والثوب وكما يأتي ليس جزءا من الصلاة. خرج بذلك، يعني خرج من الشروط التروك، لأن احنا قلنا ايه؟ ما يعني شيء، والشيء ده يبقى ايه؟ موجود. يبقى خرج من الشروط التروك. يبقى ترك الأكل ده شرط ولا ايه؟ قال لا، ليس شرطا، لأن ترك الأكل ليس وجودي إنما هو عدمي، والشروط إنما تكون للموجودات لا للمعدومات. انتبه، ترك الأكل ليس شرطا وإنما هو إيه؟ إنما هو مانع، فليس بشروط، لأن العلماء قالوا الشروط خاصة بالأمور الوجودية، لو أمر وجودي أقول لك لا ده شرط. يبقى ترك الأكل وترك الشرب وترك الكلام كل ذلك من قبيل المعدومات، ولذلك ليس شرطا وإنما هو مانع. الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الوسيط جعل ترك الأكل وترك الشرب شروط، لأنه أدخل التروك أيضا في قضية الشرطية. غيره من العلماء قال لا، الشرط لا بد أن يكون أمر وجودي. وقيل في تعريفه الدارج: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني هو ده معنى الشرط، ما يلزم من عدمه العدم. لو حضرتك الآن لم تتوضأ وصليت، يبقى يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. طب أنا توضأت، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم وجود الصلاة. فالشرط بهذا المعنى يؤثر في طرف العدم ولا علاقة له بطرف الوجود. يعني إن عدم الوضوء، إن عدم التيمم، إن عدمت الصلاة، طب أنا توضأت، لا يلزم من الوضوء وجود الصلاة، كما لا يلزم من الوضوء عدم وجود الصلاة. يبقى أنا عندي طرف وجود وعندي طرف عدم.
إذن عدم الشرط انعدم المشروط، انعدم الوضوء والطهارة انعدم الصلاة. طب وجد الوضوء والطهارة أو وجدت الطهارة مثلا، يعني لا يلزم من ذلك أن توجد الصلاة ولا يلزم من ذلك عدم وجود الصلاة. ولذلك قالوا الشرط يؤثر في طرف العدم فقط، وأما طرف الوجود فغير مؤثر. طب أنا عندي مانع، عندي مصطلح تاني اسمه مصطلح المانع. المانع هو الحائل، ولذلك مانع يعني إيه؟ يعني حائل، مثل الفصل. الفصل هو الحائل بين الشيئين، والمانع أيضا هو حائل بين الشيئين. وشرعا ما يلزم من وجوده العدم، يعني يلزم من وجود الأكل عدم الصلاة، لأن ترك الأكل ده إيه؟ ده مانع. فيلزم من وجود هذا المانع اللي هو الترك، اللي هو الأكل. ما هو ترك الأكل، وجود ترك الأكل اللي هو وجوده، يبقى يلزم منه إيه؟ يلزم منه عدم صحة الصلاة، يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده الإيه؟ العدم. أكلنا في الصلاة مختارين، واحد كده جايب علب الكشري وهو بيصلي الله أكبر، نظر في علبة الكشري اشتاق إليها فأخذ ملعقتين بسم الله وهو يصلي. أكله هذا إذا وجد كان علامة على بطلان الصلاة، فيلزم من وجوده العدم، عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من عدمه أنا تركت الأكل، وجود يعني لا يلزم من عدم ترك الأكل أنني أصلي أو صحة الصلاة، ولا يلزم من عدمه عدم شيء آخر، لكن هو يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه لا وجود ولا عدم. يعني بمعنى أنه إذا انعدم، بمعنى أنني تركت الأكل، هل يلزم من ترك الأكل أن الصلاة صحيحة؟ ممكن أن أنا ما كنتش أصلي أصلا. هل يلزم من ترك الأكل أن الصلاة غير صحيحة؟ لا، لأنه لا يؤثر في طرف الوجود والعدم. ولا يلزم من عدمه لا وجود ولا عدم، لا وجود الصحة ولا عدم الصحة. والسبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، كالخيط كالحبل، لأننا نتوصل به إلى مرادنا، كالسلم. إذا صعدنا السلم هذا سبب للتوصل إلى الشقة، إلى الرواق. وفي الاصطلاح أو الشرع ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كالسكر، يلزم من وجود السكر وجود الحرمة، ولا ويلزم من عدم وجود السكر عدم وجود الحرمة. طيب نبدأ بقى بعد أن تكلمنا في هذه المصطلحات، وهي مصطلحات مهمة. طهارة الأعضاء من الحدث، هذا هو الشرط الأول من شروط الصلاة الخمسة التي ذكرها أبو شجاع في هذا الكتاب، وهي طهارة الأعضاء من الحدث. والمراد بالأعضاء يعني كأنه مجاز كده أراد بها كل البدن، يعني يشترط أن يكون كل البدن طاهرا من الحدث، يعني يقصد من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. هب أنه صلى بالحدث مع القدرة على الطهارة، لم تنعقد صلاته ابتداء، يعني هب أنه هو أخرج ريحا وحضرت الجماعة، فقال بعد كده بقى ما صلي مع الجماعة وبعد كده بقى أتوضى وقال الله أكبر، لم تنعقد صلاته. ولذلك لو قال لزوجته إن صليت فأنت طالق، فقال الله أكبر
وهو محدث وهو يعلم ذلك لم تطلق صلاته، لأن هذه الصلاة لا تسمى صلاة. لماذا؟ لأن مش موجود شرطها، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. طيب، طب هب أن حدث طرأ في أثناء الصلاة، دخل قال الله أكبر وهو متوضئ، فوجد الحدث في أثنائها، ولو كان بسبق يعني إيه؟ يعني فضل كاتم نفسه كده، كاتم نفسه لغاية ما حصل المراد بطلت صلاته، بطلت إيه؟ صلاته، حتى وإن سبقه. نعم، وإن سبقه، لأن الإمام الشافعي في المذهب القديم قال لا، قال إن هو في الحالة اللي زي ديت يذهب إلى دورة المياه إذا كانت دورة المياه جنبه من غير أن يفعل أعمال كثيرة، ويتوضأ ويعود ويبني على صلاته، وده مذهب السادة الحنفية كذلك. ولكن هذا المذهب وهو قديم الإمام الشافعي مرجوح ضعيف، لأنه اعتمد على حديث ضعيف والإمام تركه في المذهب الجديد، ولذلك المعتمد أنه لو سبقه الحدث في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ولو صلى ناسيا للحدث، وهذا يحدث لكثير منا، الواحد بعد ما يقول الله أكبر ويصلي ويسلم يتذكر أنه قد أحدث، الحياة مشاغل، هل يثاب على ما فعل؟ قالوا يثاب أولا على قصده للصلاة، إنه كان قاصد للصلاة، والأعمال بالنيات، فنيته حسنة والله تعالى يجزيه خيرا على نيته. طب والركوع والسجود والقيام؟ قال لا، لا يثاب عليه هذه الأعمال، لأن شرط الإثاب على هذه الأعمال أن يكون متوضئا حتى تسمى صلاة، لكن هيجازى على قصده وعلى نيته. طب وقراءة القرآن؟ قال دي مش محتاجة لوضوء، يثاب على قراءة القرآن. طب والأذكار؟ يجازى عليها ويثاب عليها لأنها لا تحتاج إلى وضوء. طب الدعاء؟ كذلك يجازى عليه لأنه لا يحتاج إلى وضوء. انظر إلى أن العلماء قد استوفوا هذه الأفعال وهذه الأمور الممكنات بالكلام وبالحكم وبالبحث والدراسة. قال وطهارة الأعضاء من الحدث، قالوا من تعليلية متعلقة بطهارة، يعني وطهارة الأعضاء يعني طهارة البدن كله بسبب الحدث، يعني الطهارة سببها وجود الحدث. والمراد من الحدث هنا في هذه العبارة في خصوص هذا المكان الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وإن كان هذا على خلاف الشائع في المذهب، حيث إنه إذا أطلق الحدث يحمل على الحدث الأصغر، إلا أنه هنا أراد به الحدث الأكبر والحدث الأصغر على خلاف المعتاد. هل الطهارة من الحدث لها قيود أخرى؟ قالوا نعم، الطهارة من الحدث مقيدة بالقدرة، فإن كان قادرا على الطهارة اشترطت الطهارة، وإن لم يكن قادرا على الطهارة من الحدث قالوا لا يشترط، ولذلك فاقد الطهورين. يعني إيه فاقد الطهورين؟ يعني فاقد الماء وفاقد التراب، لا يشترط أو لا تشترط الطهارة في حقه. إذا هو في مكان ممكن إن هو ما يبقاش فيه يعني لا ماء ولا تراب؟
سجن في مكان لا ماء فيه ولا تراب، كانوا عاملين له الزنزانة كلها من السيراميك أو الرخام وما فيش تراب، وقال لهم يا أخوانا أنا عايز أصلي بالماء، قالوا له مش هندخل لك مية اللي على قد شربك. يعمل إيه؟ قالوا يصلي هكذا، والطهارة في حقه ليست شرطا، فيصلي على حاله احتراما للوقت. طب وهل هذه تسمى صلاة صحيحة؟ نعم صلاة صحيحة. يا ربنا بيقول لك فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يعني ليس في استطاعته أكثر مما كان، وهي صلاة شرعية. ولذلك لو قال لزوجته متى صليت فأنت طالق، فصلى فاقد الطهورين طرقت زوجته، لأنها تسمى صلاة شرعية. طيب هب أنه أحدث فيها بطلت، لأن صلاة فاقد الطهورين يبطلها ما يبطل غيرها من الصلوات. أحدث يعني مشى أكثر من 5 خطوات أو 3 خطوات بطلت صلاته. تكلم فيها، سمع الموبايل فقال لما رد ما هو بقى أنا مش متوضي ولا متيم، ألو عاملين إيه، بطلت صلاته، ما بيستقبل. طب هاب إن هو يعني أذن عليه صلاة الظهر ولا عنده ماء ولا عنده تراب، لكن احتمال إن اللي حابسينه في الزنزانة يعفو عنه ويدخلوا له ماء أو تراب، قال ينتظر. ولذلك قالوا لا يصلي ما دام يعني يرجو أحد الطهورين، ما دام إن هو متوقع إن هم هيبعتوا له أو هيدخلوا له ماء للوضوء أو يدخلوا له تراب لا يصلي على هذه الحالة، ما دام يتم رجاش وتحقق أنهم لم يفعلوا هذا صلي. قال والطهارة من الحدث والنجس، يعني والطهارة كذلك من النجس شرط من الشروط. ويعتبر في الطهارة من النجس أن يكون الثوب طاهرا من النجس، وأن يكون كذلك البدن طاهرا من النجس، وأن يكون المكان طاهرا من النجس. يعني إيه المكان؟ مكان الصلاة، يعني المكان الذي أصلي عليه لابد وأن أصلي فيه لابد وأن يكون طاهرا من النجاسة. فالطهارة من النجس عامة لهذه الثلاث. يبقى الشرط أن يكون الثوب طاهرا خاليا من النجاسة، وأن يكون البدن خاليا من النجاسة، وأن يكون المكان الذي أصلي فيه خاليا من النجاسة. الله سهل خالص. إيه بقى هو بقى الثوب؟ قالوا كل ما يرتديه، حتى مثل هذه التي يسمونها إيه، شال. الشال ده يشترط فيه أيضا أن يكون طاهرا من النجاسة. الطاقية ديت ملبوسي، ما هو مش المراد من الثياب يعني الجلابية بس، يعني القميص هذا، لا، كل ما ارتديه، الشراب، الدبوس اللي في الجلابية، المنديل اللي أنا شايله، كل ما يرتديه، صح كده؟ حتى القلم اللي أنا معلقه لابد كذلك وأن يكون طاهرا من النجس. طب ما المراد بالمكان؟ هنا بقى بنعمل حاجة لطيفة اسمها ايه، شرح التعاريف والمصطلحات عشان حضرتك تفهم هو ايه المراد بهذا وما المراد بهذا وما المراد بهذا، نضبط المسألة. اما بقى لو الدورة اللي بتعمل فقيه في 12 ساعة ولا كل ده، اجري يلا اجري 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 بقى حصلني، وعلى طريقة المصريين من حصلني كسرني. طيب والمراد بالمكان، المكان يعني ما يلاقي المصلي، يعني مثلا ما أقف عليه، كذلك
ما أضع يدي عليه عند السجود، وما أضع رأسي عليه، وما أضع ركبتي عليه، يعني الأماكن التي تلامسني حال الصلاة. ما الذي يلامسني؟ اللي هي أماكن الأعضاء السبعة، مكان قيام، مكان قيامي ووقوفي على قدمي، مكان وضع ركبتي على الأرض، مكان وضع يدي على الأرض، مكان وضع جبهتي. هذه الأماكن السبعة هي الأماكن التي يشترط طهارتها من النجس. طب هب أن هذه الأماكن طاهرة، ولكن هناك نجاسة، وأنا أسجد تحازي صدري، تحازيها لكن لا تلامس صدري، الخلاص ما في شيء. أهم حاجة الأماكن السبعة، ما دام الأماكن السبعة طاهرة يعني لا إشكال في هذا. وشمل البدن داخل الأنف، قال كمان داخل الأنف، هذه الأنف ينبغي كذلك أن تكون طاهرة من النجاسة. طب أب أن هنا نجاسة، يعني دميت أنفه من الداخل هنا ولم يغسلها وصلى، صلاته لم تنعقد. لماذا؟ لأن الأنف يشترط فيها أن تكون طاهرة من النجاسة. الفم دميت لثلثته، أي دي دميت، جاءت بدم، لابد أن يتمضمض وأن يغسلها. هب أنه صلى هكذا لم تصح الصلاة. العين، هب أن عينه من الداخل هنا كذلك دميت وفيها نجاسة، لابد وأن يغسلها، فإن صلى من غير غسلها لم تصح الصلاة. والمقصود من النجاسة التي تشترط يعني الطهارة منها النجاسة غير المعفو عنها، يعني المراد أن يكون طاهرا من النجس، تكتب جنبها في عقلك النجس غير المعفو عنه. وأما النجس المعفو عنه فإنه لا تجب إزالته. مثل إيه؟ قالوا مثل محل الاستجمار. حضرتك دخلت الحمام واستعملت 3 هجرات في محل الغائط، لكن انتبه إلى أن الاستجمار لا يرفع النجاسة تماما، بل يترك أثرا دقيقا لا يزيله إلا الماء. لكنه وإن كان هذا المحل نجس إلا أنه معفو عنه، فلك أن تصلي وأنت مستجمر، وأنت مستعمل الأحجار في الدبر. ولكن هب أنني حملت مستجمرا وأنا أصلي، ولد زي الولد ده كده، هو أنا أصلي حملته شلته على كتفي وهو أيضا مستجمر، لا تصح صلاتي، لأننا حامل لمتنجس، لكن العفو ده خاص به هو، مش خاص بمن حمله. ايه؟ بذاتك، مش انت اللي استجمرت، ولذلك انت استجمر وصلي. طب انا ما استجمرتش، او انا استجمرت ورحت شايلك وانت مستجمر، صلاتي لن تصح. لماذا؟ لان ما الحاجة من ان احمل شخصا متنجسا وان كان نجاسة معفو عنها بالنسبة لنفسه. وما عصر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع نجس، يعني هب أن هناك، وهذا في مصر كثير، تمشي في الشارع كده تجد مجاري ضربة مية، وهذه المية نجسة. ليه؟ لأن المجاري والصرف أحيانا المية بتخرج من البلاعات، والشارع كله بلاعات، كله نجاسة. وأنا أمشي أحيانا السيارة تأتي وهي مسرعة فالماء يصل إلي. هذا كما قال علماؤنا، وهذا من رحمة ديننا، أن هذا من المعفو عنه. الحمد لله. عندكم كده هناك في ماليزيا؟ أندونيسيا زينا؟ قليل، هنا كتير، كل حاجة كتير.
وما عسر الاحتراز عنه غالبا. الاحتراز عنه غالبا يعني ايه؟ يعني هو انا هقدر ان انا بدل ما امشي على الارض في الشارع اطير، اركب جناحات واطير، لابد ان امشي من الشارع، ما عندي الا هذا المكان. فاذا مشيت في الشارع وتنجست قدمي بهذا النجاسة فإن هذا معفو عنه، أصلي ولا مانع من هذا. طب ونحو دم البراغيث، تعرفون البرغوث؟ البراغيث جمع برغوث، مش عارفينه؟ عارفوا يالا؟ شفتوا؟ ياما ياما قرصك، ما تعرفوش البراغيث؟ لا، ده البراغيث غير ال، لا ده البرغوث، ده البرغوث ده خلاف الناموس. الناموس حاجة والبرغوث حاجة تانية. البراغيث ده خلاف، مش بيطير، هو كائن صغير جدا جدا، يدخل أحيانا إلى القفا يقرص ويشرب من دم الإنسان، اسمه برغوت. الدم بقى اللي بيشربه البرغوت ده وأنت أحيانا تقتله، أحيانا تقتله هكذا فيصيبك من دمه، هذا الدم ودم نحو البراغيث هذا معفو عنه، لأن هذا مما ابتلي به الإنسان. الدمامل، عندك دمامل هكذا تخرج في يدك ويخرج منها أحيانا دم، دمل أو دمامل، هتلاقي عبارة عن كده. يعني إيه؟ أتعرفون الدمامل أم لا؟ زي اللي في وش الولد ده كده أهو، أهي ده خراج، خراج الجلد، يعني الجلد كده بينتفخ وبيخرج يعني ايه فقاقيع، هذه الفقاقيع بتطلع ماء ودماء، والفصد، ويعفى كذلك عن دم الفصد، عبارة عن شرطة كده يعني تفتح بها الرأس من أجل العلاج. والحجم، والحجم معلوم. وورث، وورث ذباب، عارفين ورث الذباب اللي هو فضلات الذباب؟ مش الذبابة بتعمل بيبي؟ هو البيبي بتاع الذباب. وإن كثر ما ذكر، حتى وإن كثر ما ذكر فإنه يعفى عنه، إلا إن كان بفعله، يعني هو أتى بالبرغوث وقتله على رأسه كذا هكذا، هذا لا يعفى عنه، لأن أنت اللي نجس نفسك به. أو عصر الدمل من غير حاجة، عصره هكذا في بدايته فخرج الدم، لأن أنت معتدي، اتركه حتى يزول بنفسه، فلا يعفى عن الكثير عرفا. وقليل دم، يعني خرج من الإنسان دم قليل أو كثير. ودم أجنبي بشرط ألا يكون، لا، أو وقليل دم آدمي أيضا يعفى عنه، أما إذا كثر دم الآدمي من نفسه فإنه لا يعفى عنه، ولا يعفى عن دم الأجنبي. واحد جنبي كده أهو واخد بالك، ويعني وأنا أصلي نزل دمه على يدي، يبقى هذا أيضا لا يعفى عنه. وقد دم فيما ذكر قيح وصديد، القيح والصديد الجرح عندما يتغير ويأخذ لونا يعني مايلا إلى الصفرة هذا يسمى صديد. قيح بيخرج متغير ورائحته متغيرة، لكننا هب أنه صلى بنجس وهو لا يعلم، صلى الله أكبر وصلى بنجس وهو لا يعلم، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من صلاته وجد هذا النجس، على الصحيح لابد أن يعيد صلاته.
لكن يعيد صلاته لكل صلاة تيقن أنه كانت هذه النجاسة موجودة وهو يصلي. فباب أنه تشكك في صلاة، يا ترى النجاسة كانت موجودة في هذه الصلاة أو لم تكن موجودة؟ الأصل أنها غير موجودة، فلا يعيد هذه الصلاة. هب أنه رأى شخصا يصلي وعليه نجاسة وهو يعلم أنه يوافقه في المذهب، وجب عليه أن يعلمه بذلك. يعني هو شايف أنا شافعي وهو شافعي، والآخر يصلي وهو مسترسل ويرى الكلب وهو يلعق فيه، ينبغي عليه أن ينبهه بذلك، لأن الكلب عندنا نجس ولعابه كذلك نجس، بخلاف ما لو كان هذا المصلي مالكيا وأنت شافعي، لا تنبهه لأن الكلب ولعابه عنده ليس بنجس. ثم قال بعد ذلك: وستر العورة. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، فإذا انعدم ستر العورة انعدمت صحة الصلاة. وستر العورة معتبر عن أعين الإنس، يعني ينبغي أن تستر العورة بثوب عن أعين الإنس، بحيث يكون هذا الساتر حائلا بين عين الإنس وبين بشرتك، حتى أنهم قالوا يجب أن تستر العورة عن نفسك وأنت في الصلاة، وكذلك عن أعين الجن والملائكة. والستر ينبغي أن يكون بثوب يمنع من الرؤية، يبقى ما ينفعش ثوب شفاف ترى البشرة من خلاله، يعني لو وقف كده أبقى شايف لون اللحم. قال: والستر المعتبر ينبغي أن يكون من الأعلى. شايفين؟ أقول لكم حاجة أهو، ينبغي أن أنت لو كنت مرتدي قميص مثل هذا أن أنت وأنت بتصلي تقفله. ليه؟ لأنك ممكن وأنت ساجد وأنت راكع لو كان ده مفتوح ترى العورة من خلاله، يبقى لابد حينئذ أن تستر العورة من فوق. يعني ايه؟ يعني القميص تقفله، بتقدير ان انت لو مش لابس الا الجلابية دي بس وليس تحتها شيء، فاذا كنت راكعا ونظرت لم تر عورتك، فان كنت راكعا ورأيت عورتك من خلال هذه الفتحة اللي هو الزراير ديت كده المفتوحة، يبقى لم تستر عورتك. طب افرض ان انا شخص واقف لابس جلابية واحدة فقط قميص، واقف على شيء عالي وبيصلي، لو قدر ان انسان نظر هكذا فرأى عورته وهو يصلي، هل تصح صلاته؟ نعم، لان المعتبر في ستر العورة ان يكون ساترا من فوق، بمعنى انه لو نظر من فوق لا ترى، بخلاف ما لو نظر من تحت، فإذا نظر من تحت ورؤيت لم تضر. معلش، دي مسائل بنحاول ان احنا نشغل ذهننا بيها. وله ستر العورة بيده، حيث كان في سائر عورته ثقوب. افرض ان هو لابس ثياب وهذا الثياب مقطوع من على الفخذ، له أن يستر هذا الثياب بيده هكذا، لأن ظهور الفخذ من هذه الثقوب يؤدي إلى بطلان الصلاة، فيقول هكذا الله أكبر وهو يستر هذه الثقوب بيده. ويسن للمصلي أن يلبس أحسن الثياب
لماذا؟ لأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد أمره سبحانه وتعالى بأن يأخذ زينته عند كل مسجد. قال تعالى: يا أيها الذين أخذوا زينتكم، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني إيه؟ يعني أن ترتدي أحسن الثياب، وأن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا: ويسن أن يلبس ثوبين في صلاته. ما يلبس بس ثوب واحد كده، يلبس تحت سروال مثلا ويلبس فوق جلبية، لخبر ورد فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في ثوبين. يكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، حاطت مثلا صورة حيوان مفترس، عافانا الله وإياكم، أو عليه نقش، منقوش كده عليه ومزخرف زي الزخرفة دي كده، يعني دي كده. قالوا: لماذا؟ قال: لأنه ممكن أنه هو بيصلي الله أكبر ينشغل بهذه الزخارف، الله دي حلوة، وهو بيصلي جميلة، كل ده في عقله، هتلهيه عن الصلاة. ويكره أن يصلي متلثما. تلثم يعني إيه؟ أهو حاطط شيء كده على وشه كده، رابط وشه كده، يبقى ده كده إيه؟ متلثم. ويكره للمرأة أن تصلي منتقبة، ما تصليش وهي لابس النقاب، يكره هذا، إلا أن تكون بحضرة أجانب وفيهم من لا يتورع عن النظر إليها. ده كلام الشافعية كده، لأن النقاب عند الشافعية واجب. وخلي بالك ده مذهب، أنا مش فتوى، لأن واحد ممكن يشوفني أنا في حالي يعني ما عنديش نقاب عند أهلي، هذا أمر يعني إيه وهذا أمر، يعني نحن هنا نشرح مذهب، أما اختياراتنا الفقهية وقناعاتنا التي نقولها في الإفتاء هذا شيء آخر. قال: ويكره للمرأة أن تصلي منتقبة، إلا أن تكون بحضرة أجنبي لا يعني يتورع عن نظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب. يعني افرض أن في رجل أجنبي، وهذا الرجل الأجنبي لا يرفع بصره من عليها، خلاص تصلي بالنقاب، ولا يجوز لها عند الشافعية أن ترفع النقاب. ويكره الصلاة في السراويل الضيقة، يعني أن تصلي في بلطلون ضيق شديد الضيق، لأنه سيظهر يعني العورة، وإظهار العورة ده مكروه، هيحدد ويحجب العورة مش يظهرها، هيحددها. ولا يجب الستر إلا على القادر عليه، ولو كان في ظلمة وجب عليه كذلك أن يستتر، يعني ستر العورة شرط في حق القادر على الستر، حتى ولو كان في ظلمة النور مقطوع يعمل إيه؟ أيضا يستر عورته وهو يصلي، لو لم يجد ما يستر به عورته أصلا، لم يجد ساتر العورة مطلقا. إزاي؟ افرض إنه هو مثلا يعني حبسوه، يعني قلعوه كما ولدته أمه وحبسوه في هذا السجن، يبقى إيه؟ مش لاقي ستر العورة ولا مش لاقي؟ مش لاقي أهو. يبقى حاول تشغل ذهنك، أو وجد ساتر العورة لكنه وجده وهو متنجس وليس عنده ماء يغسل به ذلك الثوب المتنجس، أو حبسوه في مكان متنجس وليس معه إلا ثوب يفرشه على النجاسة، معوش الجلابية اللي لابسها دي،
هيفرش عن النجاسة، هيقلع كده ويفرش عن النجاسة ويصلي. ما حكم هذه الصور؟ قالوا في هذه الصور الثلاث يصلي عاريا، إذا لم يجد ساتر العورة يصلي عاريا. ما أمرتكم بشيء فإيه؟ فأتوا منه ما استطعتم. وإذا وجده متنجسا ولم يجد ماء يغسل به النجاسة يصلي عاريا. ما يلبس بقى الثوب المتنجس، اقلع ان الثوب المتنجس ده وارميه وصلي عريان. او حبس في مكان النجس، وخد يبقى خد الثوب بتاعك افرشه على النجاسة وصلي وانت عريان. طب هب انه لم يجد الا ثوب حرير، ما عندوش الا ثوب حرير، ماذا يصنع؟ قالوا ما فيش مانع، فيش مانع، ده واجب عليه ان يستتر بهذا الثوب الحرير. طبعين مع ثوب حرير ومع ثوب متنجس، ماذا يصنع؟ قالوا في هذه الحالة يقدم ثوب الحرير على الثوب المتنجس، لان دي حالة حاجة. طيب بلباس طاهر، ده شرط في الطهارة. يعني فين المتن؟ اقرأ كده جزء المتن فوق اقول لك انا بلباس دي عايدة لإيه. هي متعلقة بستر، اقرأ المتن كده يا ولدي. ستر العورة بلباس، يبقى الباء هنا متعلقة بإيه؟ متعلقة بستر، يبقى ينبغي أن يكون الستر حاصل بلباس طاهر، يعني بثوب طاهر، وهو شامل لكل جرم طاهر، كل جرم طاهر، مش لازم ثوب يعني ثياب، لا، ممكن إن هو لو ما لقاش يجيب طين ويطين بعورته، بحيث أنه يعني إذا وضع الطين على عورته لا تظهر عورته، البشرة لا ترى من خلال هذا الطين. أو يقف في ماء كدر تستر العورة. إزاي يعني؟ بيصلي صلاة جنازة يا أخي وما عندوش ثوب، أو عنده ثوب نجس ومعهوش ماء يغسل، أو ما عندوش ثوب خالص لأنه هيقف في وسط الماء، يقف في وسط الماء والماء مقدر، يعني مقدر يعني ماء وعليه تراب، فإذا نظرنا في هذا الماء المقدر لم نرى عورته، يبقى ده ستر ولا مش ستر؟ ستر. العبرة مش ذاتية الثوب، العبرة كل ما يحجب يعني عن الرؤية، عن رؤية العورة. أو يقف في الماء والماء عليه خضرة، الماء مخضر لا ترى العورة من خلاله. ده في كلام بقى في الحواشي في مثل هذه المسألة، كلام وتفاصيل، عندما نقرأ كتاب أوسع نفصل، بس أنا بكونك وبهيئك للكتاب اللي بعده إن شاء الله. طيب أنت قلت لنا بلباس طاهر ويستر عورته، إيه هي العورة؟ قالوا العورة لغة هي الشيء الناقص، فكل ما كان ناقصا يسمى عورة. والرجل له ثلاثة أحوال في العورة، عورته في الصلاة، وعند الرجال، وعند النساء المحارم. يبقى عورته في الصلاة، وعورته أمام الرجال، وعند النساء المحارم، ما بين السرة والركبة، والركبة خارجة، نفس الركبة، ذات الركبة اللي هو المفصل ده، إلا أنه يجب ستره من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. السرة اللي هي ما يقطع عند ولادة الإنسان، السر
يبقى ما بين سرته إلى ركبتيه. ده فين؟ صلاة عند الرجال اللي مثله، عند النساء المحارم، أمه، أخته، خالته، عمته، جدته، بنته، بنت بنته، وهكذا. وعورته عند الأجنبيات. وقاعد كده ماشي في الشارع، عورته إيه بقى في الأجنبيات؟ نازل تحت، كل بدن عورة. إيه ده يعني هو كده كل بدن عورة يلبس يعني نقاب؟ لا مش كده، معنى عورة إن الطرف الآخر ينبغي أن يغض بصره عنه. وعند الأجنبيات يعني مع الأجنبيات كل بدن الرجل عورة. ده الفقه الشافعي بيقول كده، لكن الفتوى أمر آخر. بنقولها تاني، الفتوى أمر آخر، قضية أخرى. أنا بهيئك مذهبيا. يبقى عند النساء المحارم، عند النساء الأجنبيات الرجل كله عورة. يعني إيه عورة؟ يعني لا يجوز للمرأة أن تنظر إليه. أما تطبيق الكلام ده في عصرنا يعني المرأة تبقى ماشية عاملة كده؟ هي لا. ليه بقى؟ لأن احنا بنتكلم في مجتمع اختلط فيه الرجال بالنساء في العمل، في طب أنا بقعد في دار الإفتة وأمامي السيدات، ممكن تعمل كده أهو والست تكلمك تبقى زعلانة. لأن من آداب الحوار أن تلقي يعني إيه نظرك إلى من تتكلم معه، إلى حتى إلى الوجه. فالعمل والاختيار الفقهي للإفتاء دي قضية تانية. لكن هنا احنا بندرس مذهب، نحفظ المذهب، نحفظ قواعده، نحفظ تركيبته، نتصنع بصناعته، نستطيع ان احنا نصور ونعلل ونكيف ونفرع ونضبط المذهب ضبطا جيدا من اجل الحركة العلمية. اما من اجل الافتاء والعمل مثل هذه الاراء كلها صعبة جدا التنفيذ في عصرنا. هتخش دلوقتي المحاضرة، والمحاضرة اللي هيديها لك الدكتورة هتعمل ايه؟ يعني الواقع صعب ويحتاج الى اختيار فقهي واع. نرجع تاني. طب في الخلوة الراجل قاعد لوحده، عورته ايه؟ القبل والدبر اللي هما السوأتان. يبقى للرجل ثلاثة احوال. الحالة الاولى في الصلاة عند المحارم، عند الرجال ما بين السرة والركبة، عند المرأة الأجنبية كل البدن، في حال الخلوة الدبر والقبل فقط. العلم حلو يا أولاد. عورة الحرة. خلينا نقول عورة المرأة لأن مسألة يعني العبيد وخلاص انتهت. في كتاب آخر نبقى نفصل الكلام دوت في الجانب الآخر، مش عايزين بس نشعب الأمر هنا. وعورة المرأة ونقصد بها المرأة الحرة يعني في الصلاة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين حتى شعر رأسها عورة، بطن رجلها عورة. فالمذهب الراجح بيقول للمرأة البسي شراب وأنت تصلي، وينبغي أن يكون الشراب مانع للرؤية. ده المذهب كده. طب والفتوى؟ قلنا قبل ذلك إن الفتوى قضية أخرى. إحنا هنا ما بندرس المذهب من أجل أن نفتي به، من أجل أن نحفظه ونضبطه. إذا أردنا أن نفعله واستطعنا أن نفعله في أنفسنا فعلنا، إذا ضاق بنا الحال علينا أن نختار من المذاهب الأخرى ما يخفف علينا الأمر. طيب نرجع تاني. طب وبطن القدم؟ البطن القدم ممكن يكتفى ب يعني أن تسترها بالأرض إذا كانت واقفة عليها. لو ظهر شيء منها عند سجودها
أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت الصلاة. العبرة يعني قال يعني لا يظهر منها شيء حال الصلاة، لا من قدمها ولا من جسدها ولا إلى آخره، هو الوجه والكفين فقط اللي هي ليست بعورة في الصلاة. طب وليه الوجه والكفين مش عورة؟ قال للحاجة إلى إبرازهما، في حاجة إلى أن هي إيديها تبقى ظاهرة ووشها يبقى ظاهر. ليه؟ لأن الإيدين ستلاقي الأرض، وهي من الأعضاء التي ينبغي أن تسجد بها، والوجه فيه الجبهة، والجبهة يشترط أن تلاقي الأرض، فهي ساجدة أيضا. طب عورة الحرة خارج الصلاة؟ قالوا جميع بدنها عورة عند الرجال الأجانب. جميع بدنها يعني واجب عليك أن تغض بصرك عن المرأة. يعني أخونا الحبيب لو سمع الآراء دي هينتحر. يعني أخونا الحبيب اللي كان بيسأل من شوية، وهو رجل يعني نيته صالحة ونحن نحبه في الله وإن لم نره، وهو إنسان لطيف ورقيق القلب، وجمع الله بينه وبين من يحب في الخير والسعادة، ورزقهم الله بالأولاد الصالحين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من نسلهما الشافعي الصغير والكبير والوسط. طيب لكن لو سمع الأحكام دي والآراء دي أكيد هينتحر. عورة الحرة خارج الصلاة جميع بدنها عند الرجال الأجانب، وعورتها عند النساء الكافرات ما يبدو منها في المهنة. يعني إيه المهنة؟ يعني وهي بتنظف البيت، وهي بتطبخ، وهي بتغسل، وهي بتنشر، اللي بيظهر منها يبقى هو ده الذي يعتبر ظهوره، وما يعني وما يستر هو الذي يعتبر ستره. يبقى ما يبدو في عمل المنزل هو ده اللي هي تبديل النساء الكافرات، وما يخفى لا يجوز لها أن تظهره. وعورة المرأة في الخلوة ولدى المسلمات، هي قاعدة مع نفسها لوحدها، أو قاعدة مع أختها المسلمة، أو قاعدة مع أخوها الرجال المحارم، عورتها فين لفين؟ قالوا من السرة إلى الركبة، فلها أربع أحوال. عورتها في الصلاة، وعورتها عند الرجال الأجانب، وعورتها عند الخلوة. طب الرابع فين؟ إذا كانت أمة. طيب والعورة كما قلنا يعني هي لغة الشيء الناقص، وتطلق ولها في الشرع ولها اعتبارات مختلفة، ما يجب ستره في الصلاة أحيانا، وما يجب ستره عند النظر إلى الرجال الأجانب، وهذا يذكر في باب النكاح. والوقوف على مكان طاهر، هذه نجعلها في درس آخر.